مؤسسة فتحت جناح خاص اللي كان مخصص لجراحة الأعصاب، وين حولناه لجناح آخر وخصصنا لهم المكان هذا لأنه ملائم، يحتوي على حجر فردية فيها حتى يعني سانيتير خاصة، شيء اللي ما كانش عند المرضى في بكارية. وتكفلنا بهم، يعني كان الفريق الطبي وشبه الطبي تاع بكارية هما اللي تنقلوا هنا، خاطر هما عندهم لي تكنيسيتي كيفاش يخدموا هذو المرضى، وحنا وفرنا لهم باقي الامكانيات. وقفوا معانا عم يديرونا في الدواء، وهي تبسة يعني بالنسبة لي تبسة خير من بكارية، على حسب ترانسفور، حتى لو نجيب الفوت المرض هذا نجيب في كار في فرقوة كاين مواصلات هنا، كاين قبل بكارية ما نقدرش نجي ننزل هنا، نزيد نهز تاكسي ونروح. في حاجه يلبوها لنا، ماناش تعبانين معاهم خلاص، في الدواء في النظافه يجيبوا لينا في الماء يجيبوا لنا في كل شيء، العبد ما يجحدش النعمه.